تعرفاتي على قناة الأهلي. طيب بداية خليني أتكلم معاك، والبداية بما أنك أنت كنت واحد من المديرين الفنيين اللي تولوا مسؤولية نابولي وروما، إزاي بتشوف أدائهم السنة دي؟ إزاي بتشوف النسخة اللي ظهرت في الكالتشو الإيطالي، سواء كنت بتكلم على نابولي أو حتى روما، والاثنين كانوا من الفرق اللي بتقدم عروض قوية جدا في المواسم الأخيرة؟ وروما من أحد أفضل الأندية في الكرة الإيطالية. للأسف نابولي قدم أداء جيد، ولكن النهاية كانت غير سعيدة للبارتينوبين وجمهور نابولي. روما لديه العديد من المشاكل في اللعبة، لكن أتوقع مع عودة مورينيو الأمر سيكون أفضل. نابولي للأسف خزل جماهيره، وجاتوزو لم يكن بالمستوى المطلوب منه. بمناسبة عودة مورينيو لتدريب روما، يعني البعض بيرى انه احنا امام نسخة باهتة في اكتر من موسم ومع اكتر من نادي خاض معاهم التجربة. مورينيو لم ينجح في انه يقدم بصمة او يحقق بطولة او يقدم لنا نسخة مورينيو في البدايات، سواء كنت بتكلم على تجربته مع توتنهام او مع المان يونايتد من قبلها. هل تتوقع انه مورينيو يلاقي نفسه مع روما وممكن ان هو يضيف للفريق؟ Roma. Che ne pensi per il ritorno di Mourinho? Ma tutta Roma aspetta Mourinho. كل روما تنتظر مورينيو. لا أعتقد أن كل ما فعله أمام الإنتر سيكون بمثابة شيء كبير، لكن العالم كله وروما، جماهير روما تنتظر مورينيو. الأجواء ساخنة في روما، وجمهور روما حزين لأنه خارج دور الأبطال وخارج اليوروبا ليج، فأعتقد أن مورينيو ينتظر أهم مسيرة بعد الإنتر، لكن مقارنة بما فعله بمانشستر وتوتنهام، لن أعتقد جمهور روما سيسمح بذلك. أهم معالم الكالتشيو في النسخة دي إنه الإنتر مع كونتي قدر إن هو ينهي سيطرة شبه كاملة تقريبا لليوفي على مسابقة الدوري الإيطالي على مدار 9 مواسم متتالية، من وجهة رغم إنه كان في كلام وانتقادات كتيرة جدا لكونتي في بداية الموسم، بل إنه البعض راح لأنه مش هيكمل الموسم مع الإنتر وفي تغيير في الإدارة الفنية، ورغم كده نجح كونتي مع الإنتر. من وجهة نظرك إيه هي أهم أسباب، وهل تتوقع انه انتر الكالتشيو يقدم نفس المردود على مستوى دوري ابطال اوروبا في النسخه اللي جايه ولا لا؟ دوري ابطال اوروبا بطوله دايما مختلفه، ليس مؤشر ان تفوز بالدوري الايطالي ان تقدم اداء كبير في دوري ابطال اوروبا. انطونيو كونتي فاز ببطوله عظيمه في ايطاليا، أوقف سيطرة اليوفي لأكثر من 9 سنوات على التوالي، ونجح أن يفوز بالدوري الإيطالي، وده مش سهل أن أنت تنهي سيطرة اليوفي في إيطاليا. لكن مدرب نجح، لكن كمؤشر أنه يقدر يقدم أداء كبير ويفوز بدوري أبطال أوروبا، العملية ممكن تكون صعبة بالنسبة لكونتي. إيطاليا طول عمرها وبطل الكالتشيو الإيطالي طول عمره واحد من أهم وأبرز المرشحين للفوز بدوري الأبطال، ده مش كلامي، ده بالأرقام وبالإحصائيات والبطولات، وشفنا دايما اليوفي وشفنا دايما الاي سي ميلان وشفنا الإنتر حاضرين دايما على منصات التتويج في البطولات الأوروبية، ولكن ابتعدوا لفترة طويلة جدا. هل ترى أنه في أسباب تمنع عودتهم مرة تانية لمنصات التتويج؟ للأسف الكرة الإيطالية تمر بظروف صعبة وأيام حزينة للكرة الإيطالية، أكثر من سيمي فاينل بدون الفرق الإيطالية بعد اليوفي من 4 أعوام. هناك مشاكل اقتصادية كبيرة تواجه الكرة الإيطالية، بعض اللعيبة الإيطالية اللي خرجت من الدوري الإيطالي، والدوري الإيطالي أصبح فقير في قلب اللعيبة، ليس كالأيام الماضية. الإنتر كان يفرز لاعبين وروما، لكن الآن الدوري الإيطالي أصبح فقير.
لهذا احنا خارج بطولة اوروبا الاعوام. نجاح الانتر في حسم بطولة الدوري الايطالي الانتر ريشيتا فينشي كامبيونات ايطاليانو، هل تتوقع انه يخليه مطمع للاندية الكبيرة في اوروبا نجومه على وجه التحديد اللي تألقوا الموسم ده؟ وبعتقد ان هم كان ليهم بصمة كبيرة جدا في حسم بطولة الدوري الايطالي، روميلو لوكاكو، لاوتارو مارتينيز، اريكسن، اشرف حكيمي، هل تتوقع ان النجوم دي او انه الانتر عنده القدره على انه يحافظ على النجوم دي للنسخه الجايه من الكالتشيو ومشاركه الجديده في دوري الابطال؟ ذلك بقاء كونتي يعني بقاء لوكاكو ولا بقاء لوتارو مارتينيز ولا بقاء اشرف حكيمي، كونتي لن يسمح بذلك، بقاء كونتي مرتبط ببقاء هؤلاء اللاعبين. على الناحية الثانية إخفاق اليوفي في الحفاظ على اللقب، تقييمك لأندريا بيرلو كمدير فني لليوفي، هل تتوقع أنه يستمر؟ هل تتوقع أن نجوم الفريق يستمروا؟ يمكن طبعا اللي يعزز من وجهة النظر دي هو نجاح اليوفي في اللحظة الأخيرة في التأهل لدوري الأبطال، لكن هل تتوقع مثلا أنه بيرلو هيستمر نتيجة تأهله لدوري الأبطال رغم إخفاقه في الحفاظ على على الدوري الإيطالي؟ هتتوقع أنه نجم بحجم كريستيانو رونالدو من ممكن أنه يستمر مع اليوفنتوس في الموسم اللي جاي ولا لا؟ بيرلو العام الأول لبيرلو كمدرب لفريق كبير مثل اليوفي لا يجب أن نحكم عليه من أول عام، من الصعب كان يقاتل في أكثر من جبهة بخبرته القليلة، نجح أنه يفوز بكأس إيطاليا ودي حاجة مش قليلة في إيطاليا، لكن صعب أن احنا كنا نراهن على بيرلو. أندريا أنيلي رئيس اليوفي خسر الرهان على بيرلو كبطل للدوري الإيطالي. هل تتوقع أنه كريستيانو يكمل مع اليوفي الموسم المقبل ولا أنه فرصه في الرحيل بقت أكبر؟ كريستيانو رونالدو بقاؤه أو عدم بقاؤه مرتبط بمشاكل اقتصادية داخل تورينو وداخل نادي اليوفي، شفنا اللاعب بينقل السيارات، لكن ما أعتقدش بعد التأهل لدوري أبطال أوروبا هل هيغادر اليوفي أم سيستمر؟ الكلمة الأخيرة الأسبوع المقبل. طيب خليني اتنقل معاك ويهمني اعرف، عندنا النهائيين منتظرين، النهائي الاول نهائي اليوروبا ليج اللي بيجمع بين فريق كبير جدا في اوروبا يظل حتى وان ابتعد عن الساحه او على منصه التتويج لسنوات كتير، لكن يظل احد كبار الانديه الاوروبيه مانشستر يونايتد وفيا ريال المتخصص يعني بالتخصص في بطوله اليوروبا ليج، ده اول نهائي. والنهائي الثاني اللي هيجمع بين، وهو النهائي الاهم طبعا، نهائي تشامبيونز ليج اوروبا اللي هيجمع بين المان سيتي وبين تشيلسي الانجليزي، من وجهه نظرك مين الفرق الاقرب للتتويج بعد تقييمك لادائهم على مدار موسم كامل؟ انا لست بساحر ولست بكاهن، مباراتين اصعب من بعض، مانشستر يونايتد يبقى دائما المفضل، فيا ريال مع أوناي إيمري وصل للفاينل وعنده طموحات، مانشستر ليس كالأيام الماضية، يعتقد أن مانشستر يونايتد سيفوز باليوروبا ليج. بالنسبة لدور الأبطال مانشستر سيتي قولا واحدا. إيه رأيك؟ يعني يهمني، أنت مدرب صعب مشوار طويل وخبرة كبيرة جدا، رأيك في الأداء والفكر والاسلوب اللي بينتهجه بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي؟ نيل تكنيكو تاتيكا جوارديولا مدرب كبير، تاريخه يقول هذا، فكره يقول هذا، كل ما قدمه لجميع الفرق اللي دربها هو الذي قدم لهم وليس اللاعبين من قدموا لجوارديولا، ينقصه فقط الفوز بالدوري الايطالي وبهذا يكون فاز بالانجليزي والاسباني والدوري الايطالي. جوارديولا عظيم. لو وضعنا اسم بيب جوارديولا، توماس توخيل، يورجن كلوب، هانس فليك ومورينيو في قائمه واحده، ممكن الترتيب من وجهه نظرك يكون ايه؟ أو
penso a Guardiola. Guardiola, بالطبع. فازوا بعده وفازوا قبله وجاء مدربين قبل وبعد جوارديولا، لكن جوارديولا يبقى المفضل. جوارديولا رقم نمبر 2. نمبر 2 دوبو جوارديولا كي نمبر 2. يورجن كلوب وتوماس توخيل ولا مورينيو ولا هانز فليك نمبر 2. طيب نقول الاسماء تاني. احنا انت اخترت بيب جوارديولا في المركز الاول، معانا مورينيو، معانا هانس فليك، معانا يورجن كلوب، معانا توماس توخيل. ثاني ومركز ثالث صعب تقييم مدرب لمدرب مثله. طيب انا هكتفي باختيار بيب جوارديولا. هنقل معاك للملف الاخير، ملف اليورو. وعشاق الكره في العالم كله بيشوفوا ان بطوله اليورو يمكن تكون تاني اهم بطوله في كره القدم بعد كاس العالم. توقعاتك ورؤيتك للبطوله، هل تتوقع انه ابتعاد الكبار في المنافسه على البطولات الاوروبيه، بقصد بالكبار زي اليوفنتوس، زي ريال مدريد، زي برشلونه، زي ليفربول، ياثر على مستوى المنتخبات المشاركه ويؤدي ايضا الى ابتعاد الكبار، وترى منتخبات صاعده، ترى مفاجآت، تتوقع مفاجآت في بطوله اليورو؟ في ايطاليا الامور صعبه، وان يفوز ايطاليا ببطوله اليورو صعب جدا، لان مانسيني يقوم بعمل كبير هذه الايام داخل ايطاليا ومع المنتخب الايطالي، مع بعض اللاعبين الشباب بيحاول يعمل فرقه كبيره، لكن تقدر ان هي تفوز بالامم الاوروبيه صعب في ظل تواجد المنتخبات الكبرى الاخرى. طيب انا في خلال متابعتي في الفتره الاخيره مع كثير من الخبراء والمحللين من دوريات مختلفه، عرفت انه المنتخب الاسباني يعاني، المنتخب الالماني يعاني، والمنتخب الايطالي يعاني. هل ترى انه في فرص مثلا لمنتخب زي منتخب بلجيكا؟ هل بترى انه تشكيله فرنسا قادره على حسم اللقب؟ هل بتشوف انه انجلترا عندها فرص لتحقيق لقب اليورو؟ وهولندا، اعتقد ان هولندا كمان لابد انها تتحط في الاعتبار. شخصيا اتمنى ايطاليا تفوز بالامم الاوروبيه، لكن اعتقد ان منتخب بلجيكا يبقى الافضل في اوروبا في هذه الايام بما يقدمه من اداء كبير. الدنمارك قدمت تصفيات كبيره جدا. هولندا، فرنسا، كيني بينسي. برلولاندا فرنسا. إيطاليا بلجيكا مفضلين بالنسبة لي، وأعتقد أنهم ممكن يذهبوا بعيدا في بطولة اليورو القادمة، لكن فرنسا والفرق الأخرى سيقدمون أداء لكن لن يفوزوا باليورو. بشكرك شكرا جزيلا على وقتك وعلى مشاركتك معنا على شاشة الأهلي في السادسة. زيدنيك زيلمن المدير الفني السابق لنابولي وروما ولاتسيو كان معنا طبعا في حوار عن النسخة المختلفة والجديدة من الدوري الإيطالي، وأيضا عن توقعاته ورؤيته لمشاركة الفرق الأوروبية في يورو أو مسابقة اليورو في الصيف 2021. طيب